تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأنعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط من منتسبي شرطة عمان السلطانية تزامناً مع الاحتفالات بيوم الشرطة السنوي. وقعت بلدية مسقط اتفاقية مع شركة بيت بيان للاستثمار للانتفاع بأرض البلدية لإقامة مجمع تجاري متنوع بمنطقة الخوار، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال عام.